نظرت على نفسي أنني إن أصبحت معلمة فسوف أحفظ القرآن كاملا، وقد قلتها وأنا لا أعلم بما تحتوي هذه الكلمة، وكنت متساهلة بها. وعندما دخلت المعهد والآن والحمد لله أصبحت معلمة، تذكرت نذري وعرفت أنني لا أستطيع ذلك، لأنني حفظت جزءا ثم نسيت معظم السور، وذاكرتي ضعيفة ولا بد من المراجعة يوميا أو أسبوعيا على الأكثر. وضاق وقتي علما بأن أني أعلم بأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولكنني لم أستطع، وسأحاول حفظ بعض السور وبعض الأجزاء. وسؤالي الآن، ماذا أعمل؟ هل أصوم أياما أم أتصدق؟ علما بأنني أستطيع ذلك، أرشدوني إلى عمل غير الحفظ وأستطيع أن أقوم به، جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن الكريم عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت السائلة كما جاء في الحديث، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، وهو محاولة حفظ القرآن الكريم، وفي ذلك خير لك إن شاء الله. فحاولي، عليك بالمحاولة، محاولة حفظ القرآن، واستعيني بالله عز وجل، ورتبي وقتك مع الحفظ، ولو أن تحفظي في كل يوم قدرا يسيرا، فإنه مع المواصلة ومع المتابعة والمداولة فبإذن الله ستحصلين على حفظ القرآن الكريم بإعانة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ليس بالمعجز أو المستحيل، وإنما هو شيء ميسور، ولكن الشأن في التوجه والإقبال وصدق النية. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعليك بحفظ القرآن ولو كان فيه عليك شيء من المشقة، ولكنه مع المران والترتيب ستزول هذه المشقة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا لا بد من الحفظ وليس هناك شيء آخر؟ لا بد من الحفظ لأنه ميسور ليس بمستحيل. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.